بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الريجريشن اناليسيس، والمحاضرة دي تعتبر آخر محاضرة في الإحصاء بتاعة الانفورميشن مانجمنت في شابتر 4. لكن لو هنتكلم عن الريجريشن نبدأ نعرف يعني ايه ريجريشن اصلا من الاول. الكلمة نفسها يعني ايه ريجريشن؟ معناها انحسار، حاجة بترجع للأصل. خلينا نتكلم عن الراجل اللي اكتشف الريجريشن اناليسيس وعمل او هو اللي حدث شغل الإحصاء بطريقة الريجريشن أناليسيس. الراجل ده اسمه فرانسيس جالتون، وهو اكتشف ان في حاجة اسمها ريجريشن توورد ذا مين، الرجوع الى المتوسط الحسابي. خلينا نقول الكلام اللي مكتوب وبعد كده نفسره. فرانسيس جالتون كول ات ريجريشن توورد ذا مين بيكوز هي هاد موديلد سونز هايتس يوزنج ذير فاذرز هايت and notice that son's height regressed toward the mean. In other words, tall fathers tend to have shorter sons and conversely. كلام بالانجليزي. نفسر بقى الكلام الجميل ده. ده الراجل بتاعنا اللي اسمه فرانسيس جالتون. الراجل ده انجليزي، اتولد سنة 1822. وهو اكتشف حاجة اسمها ميديوكراتي او انحصار ناحية المين. يلا نفسر بقى الكلام اللي قالوه، موضوع سهل مفيهوش حاجه. ده اب وابنه، الافريج بتاع الناس او طول الناس الافريج بتاعها، وده موجود على فكره ممكن تبحثوا عنه في الويكيبيديا، كل دوله لها الميجر بتاعها، لكن لما تيجي تاخدوا الميجر العام تلاقي الناس كده ما بين ال 160 وال 180، افريج 170 سنتي. تمام، ده الافريج بتاع كل الناس الرجاله، ما نتكلمش على الستات، الرجاله خلاص. لو الافريج 170، لو في راجل خلف عيل وزنه 210، الناس كلها 170 وده 210 فجأة، وضعه ايه؟ ده وضعه ان هو اكستريميتيز، يعني هو مش جاي في الحتة بتاعت المين. المين 170 سنتي، ده 210. الولد ده لما يتجوز هيخلف عيل شكله ايه؟ اطول منه يعني ولا اقصر منه ولا قده؟ الراجل الطويل ده اللي هو 210 لما يجي يخلف هيخلف عيل طويل برضه، يجي له مترين، هو 210، خد بالك، مش هيخلف واحد اطول منه، هيخلف واحد اقل منه، يعني يخلف واحد مثلا ايه طويل برضه بس مترين، طويل برضه 190، ما هو الافرج 170. يبقى الولد اللي جاي ده طبيعته انه دايما يروح ناحيه المين، ريجريشن توورد ذا مين. الحكايه برضه تنطبق على الناس القصيرين، يعني لو احنا قلنا ان ده المين، تمام، احنا بنعتبر ان الراجل ده راجل طويل والست دي مثلا ست قصيرة. الحكاية بتحصل ازاي؟ طول بيرنتس، الاباء الطوال بيجيبوا عيال طوال but shorter than them، يعني ده راجل طويل مش كده، ده اكبر من اكستريمتس، ده اكتر من المين، يعني اكستريمتس يعتبر هو، لكنه هيجيب ولد طويل اطول من الناس الطبيعيين لكنه نازل ناحية المين، انحسار regression. والعكس ايه العكس بقى؟ طيب واحد قصير او واحده قصيره جابت بنت او جابت ولد، هيبقى ايه اقصر منها؟ لا مش اقصر منها، برضه هيروح ناحيه المين، يعني هيبقى اطول منها شويه. تمام، هم يعتبروا شورت، يعني تعتبر الولد ده يعتبر شورت بالنسبه للمقارنه الناس دي، تمام، لكنه اطول منها، يبقى هو برضه بينحصر ناحيه الايه المين. شورت بيرنتس tend to have short children but taller than themselves. دي الفكرة العامة اللي احنا نتكلم عليها في الريجريشن. ندخل بقى على حتة تانية كده عشان نبدأ نجمع يعني ايه ريجريشن، وبرضو احنا بنتكلم كده احاول ان انا اوضح جزئية اللي انا هقوله ده كله عشان نفهم بس. جانت براون بتتكلم على ان احنا عندنا خلفية عن المواضيع اللي هي بتتكلم فيها نتيجة التعليم. احنا ما عندناش الخلفيه دي موجوده لان التعليم بتاعهم ما كانش عندنا، فهم بيعتمدوا على الناس عارفه يعني ايه اصلا ريجريشن اناليسيس، فانا مش محتاج ان انا اشرح. فالحكايه اللي انا هقولها دي كلهم علشان في الاخر خمسه سته سلايدز في الاخر خالص يبقوا هم الخلاصه. لا فاتحملوني شويه اني بس ايه بشرح باسهاب شويه، لكن عشان نفهم فقط لا غير، وفي الاخر خالص يبقى ذاكر ال10 سلايدز الاخرى وخلصنا. يعني في قضيتين مهمتين جدا،
الريجريشن اناليسيس زي ما احنا شفنا في حاله الولد والاب، دول عباره عن علاقه بين اتنين فاريانس، والريجريشن اناليسيس هي عباره عن تفسير لعلاقه بين حاجتين، هل الحاجتين دول بيزيدوا مع بعض بيقلوا مع بعض، علاقتهم طرديه علاقتهم عكسيه، انا عايز اعمل كومباريزون يعني. ففي فاريبل اندبندنت وفي فاريبل ديبندنت. الاندبندنت فاريبل يعني فاريبل مستقل بذاته، مش محتاج حاجه من حد، هو راجل مؤثر، لما المؤثر ده او الفاريبل ده يشتغل ياثر لي فيه حاجه تانية. ايه الحاجه التانية دي؟ اللي هو الديبندبل فاريبل او الديبندنت فاريبل. يبقى الاندبندنت فاريبل لما يشتغل يعمل بروسس، يعني يروح على الديبندبل فاريبل ويغيره يعمل له اوتكم. يبقى الديبندبل فاريبل ده بيعتمد على الاندبندنت فاريبل. انا هدي مثال هيبقى الكلام واضح جدا يعني، لكن ده الكلام اللي ايه المذاكره. الاندبندنت فاريبل ده ان افكت، انا بغير في الفاريبل بتاعي ده، فنتيجه التغيير ده هيحصل اوتكم في الديبندبل فاريبل او الايه الفاريبل التاني. يبقى الريزلت بتاع حركه الاندبندبل تمام بتضرب في الديبندبل وتغيره. انا عندي الاندبندنت فاريبل نحطه على الاكس اكسس، خلينا نوضح ادي الاكس اكسس اهو، ونحطه عليه الاندبندنت فاريبل اللي هو خط الافقي، والديبندبل فاريبل اللي انا هقارن شغل بيه بنحطه على الواي اكسس او الخط الراسي. طيب ايه علاقه الاثنين دول ببعض؟ دي حاجه ودي حاجه، واحد مستقل وواحد بيتاثر بالمستقل ده، واحد فاريبل محدش بيأثر فيه لكن هو لما بيتغير حاجات تانية بتتغير معاه. ف if the independent variable increase، لو نفترض الاندبندنت فاريبل ده زاد، هيحصل ايه في الديبندبل فاريبل؟ هل هيزيد؟ هل هينقص؟ هل ايه وضعه؟ فممكن احتماليه انه يزيد. طب احنا نسمي العلاقه دي ايه؟ لما حاجه تزيد حاجه تانية تزيد نسميها ايه؟ دي اسمها علاقه طرديه بالزياده او النقصان. الاندبندنت فاريبل بيزيد، الديبندبل فاريبل بيزيد، الاثنين بيزيدوا مع بعض، ده معناها علاقه طرديه، ممكن ينقصوا مع بعض برضو علاقه طرديه، فده اسمه بوزيتيف ريليشن شيب. وزي ما انتم شايفين الخط اللي احنا راسمينه ده خط بيرسم العلاقه ان ده بيزيد وده بيزيد. يعني لو حطينا هنا قيم اللي هي بتاع الاندبندنت فاريبل ودي عماله تزيد، فدي بتزيد، دي تزيد ودي تزيد، دي تزيد ودي تزيد، وبالتالي الخط ده ممكن يفسر العلاقة البوزيتيف ما بين الحاجتين دول. لو الاندبندنت فاريبل زاد، هل ممكن الاندبندنت فاريبل يقل؟ يعني لما الاندبندنت فاريبل يزيد الاندبندنت فاريبل يقل، دي علاقة عكسية بزيادة او بالنقصان، مش هنختلف. انما انا بنتكلم لما يزيد الاندبندنت فاريبل الديبندنت فاريبل بيقل، ده اسمه علاقه عكسيه او انفرسلي بروبورشن. طيب دلوقتي الخط اللي بيترسم ده خط بيفسر العلاقه بين حاجتين الاندبندنت والديبندنت، وده بيبقى لاين، وبتسمي اللاين ده لينير ريجريشن. تعال نحط كده قيم ونشوف الوضع ايه. انا نحط قيم للاندبندنت فاريبل، دول قيم احنا حطيناهم خلاص. القيم دي متاخدة من ملاحظات ديتا زي ما احنا هنقول بعد كده، انما دلوقتي انا عايز ارسم خط يفسر الاوبزرفيشنز اللي انا شايفها قدامي دي، بيوضح العلاقه بين الاكس فاليوز والواي فاليوز اللي هو الاندبندنت فاليوز والديبندنت فاليوز. انا عايز اقيم علاقه الخط ده الاوبزرفيشنز دي علاقتهم ايه ببعض، والخط ده خط المفروض ان هو يكون خط مثالي. يعني ايه؟ يعني خط يوضح المفروض ان العلاقه بين الحاجتين دول يبقوا مع بعض ازاي، يعني بيعبر عن علاقه الاكس والواي حسابيا واحصائيا.
الخط ده بيعتبر خط استيميتد، يعني خط احصائيا فقط لا غير. يعني انا ما اعمل ارقام حسابيه واحسب حساباتي، ده خط مثالي. انما الواقع نفسه ايه؟ يعني الخط ده خط مثالي يمثل علاقه بين الفاريبل ده والفاريبل ده، ده خط مثالي. لو القيم دي محطوطه على الخط ده تبقى الدنيا حلوه قوي، انما ده ما بيحصلش في الحقيقه. ليه بقى؟ لان في متغيرات، في فاريبلز، الناس بترياكت بطريقه مختلفه، فمش ممكن كلهم يبقوا على نفس الخط. وبالتالي انا عايز اقلل الفاريشنز اللي موجوده دي.